فضلاً وليس أمراً، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيراً. مرحبا بكم في شان جالابو. متابعين متاعنا اليوم باش نقدموا لكم تقرير ممتاز باش تعرفوا به أكبر 10 شركات دخلت معاملات السنة في تونس في عام 2019. قبل ما تعرفوا الجديد متاعنا ما تنساوش باش تعملنا لايك سبسكرايب وتشغلوا زر التنبيهات. وبشأن مرتبتين التاسعة والعاشرة، فقد كانت على التوالي من نصيب مجموعة محسن حشيشة ومتعددة الاختصاصات، والتي تتألف من عدد من شركات على غرار أنتوبولايست لصناعة البلاستيك، وشركة رندا والإكتروساتار وميكسال، كما تعتبر من أهم المساهمين في البنك التونسي العربي الدولي ومجموعة تونس التأمين. والمرتبة العاشرة احتلتها نفس المجموعة، بينما هي المجموعة السلامية التي سجلت رقم معاملات وصل إلى 450 مليون دينار، ليبلغ رقم معاملات مجموعة السلامي جملة للمنصف السلامي 448 مليون دينار. أما مجموعة ديليس لرجل الأعمال حمادي المدب، والتي أدرجت بالبورصة تحت اسم ديليس القابض، والمختصة في صناعة الحليب ومشتقاته وصناعة المشروبات الغازية سيدار المدب، كما تمتلك أسهم في شركة الاتصالات أوريدو، فقد حلت ثامنا إذ نهزت معاملاتها 760 مليون دينار. مجموعة تي تي اس المختصة في السياحة والنقل للمرحوم عبد العزيز ميلاد حلت سابعا من حيث حجم المعاملات سنة 2019، إذ بلغت 790 مليون دينار. ومجموعة الوكيل الرائد في عدد من المجالات على غرار قطاع السيارات والصناعات المعملية، فقد كان ترتيبها السادس حيث حققت رقم معاملات ب 750 مليون دينار. أما الشركة التونسية لصناعة المشروبات لحمادي بوصبيع، فقد كان ترتيبها الخامس بمعاملات بلغت 877 مليون دينار. المركز الرابع كان من نصيب مجموعة البياحي لرجل الأعمال الطاهر البياحي، المختصة في المساحات التجارية الكبرى، والتي دخلت في شراكة مع أشن الفرنسي ومجموعة بخاطر الإماراتي، إذ حققت معاملات بجملة 1 مليار دينار. أما على المركز الثالث فقد تحصلت مجموعة بولينا أو بولينا القابضة، التي تضم أكثر من 70 شركة على غرار المزرعة وشركة تحويل المعادن والمعامل الكبرى بالشمال وسيراميك قرطاج وشركة تغذية الحيوانات الاس ان ا وشركة البعث العقاري التعميري، والتي على ملك عبد الوهاب بن عياد، فلقد حققت رقم معاملات بلغ 1.532 مليار دينار. وتحتل مجموعة المبروك متعددة النشاطات، ومن أبرز هذه الأنشطة المساحات التجارية الكبرى والصناعات الغذائية وتجارة السيارات، في المركز الثاني برقم معاملات وصل إلى 2 مليار دينار. احتلت مجموعة اللومي الناشطة أساسا في قطاع الصناعات الكابلات وقطاع السيارات، كما تنشط في ميادين العقارات والإنتاج الفلاحي والهندسية الكهربائية وتجارة المعدات، في المركز الأول برقم معاملات بلغ 2.2 مليار دينار. كنت معنا في متابعة العشرة أغنى شركات حقت إيرادات أو معاملات لسنة 2019. إن شاء الله تابعونا بتشغيل زر التنبيهات، لايك سبسكرايب، وإن شاء الله يوصلكم الجديد متاعنا على قناتنا جالابو. ميرسي ميرسي أتوس اي بون جورني.